حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين ربحاً بقيمة 7,500,000 دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 136% على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة العائد الأساسي والمخفض للسهم، والذي بلغ 4 فلوس مقابل خسارة أساسية للفترة نفسها من العام 2019. أكد السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفيت عبر اتصال مرئي للنشرة الاقتصادية نجاح الشراكة مع شركة نفط البحرين بابكو لتوفير خيار الدفع بالمحفظة الوطنية الإلكترونية للهواتف الذكية في مملكة البحرين بنفيت بي لدفع قيمة الوقود في جميع المحطات عبر بطاقة سديم مسبقة الدفع. الخدمة نزلت صار لها تقريبا يومين، ما يقارب 70,000 مستخدم من بنفيت بي عملوا تحديث على الخدمة الاستفادة منها. من هال 70,000 طبعا 12,000 زبون اللي هم سجلوا سديم او سديم بطاقة سديم الافتراضية. فخلال اقل من يومين او تقريبا يومين فحصلنا تقريبا 12,000 شخص. بدينا احنا ب 19 محطة اللي هي تقريبا هي اللي من صوب بابكو، وان شاء الله ناويين في خلال 10 او خلينا نقول 12 يوم نوصل الى 52 محطة اللي هم منتشرين في كافة مناطق مملكة البحرين. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1806 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70,000,000 دينار لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 6 مايو لعام 2020 وتنتهي في 5 شهر أغسطس لعام 2020.